يعقد مسؤولون عسكريون من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية اليوم محادثات تهدف إلى تخفيف التوتر على جانبي الحدود بين البلدين، تنفيذا لإعلان بان مونغوم التاريخي في شهر نيسان أبريل الماضي. وتأتي المحادثات العسكرية بين الكوريتين على مستوى القيادات بعد مرور 47 عاما على محادثاتهما العسكرية التي جرت في 14 من شهر يونيو حزيران الماضي.